Salam les filles, la recette تاع اليوم c'est le chiche taouk. Les brochettes épicées li naklouhom and les restos syriens ou la libanais. Pour la recette, on aura besoin de عندي هنايا blanc de poulet نقطع en cube يكونوا شويه خشان باش ما يتحرقوش. هنايا عندي des légumes au choix كيما تحبوا. انا j'ai pris une tomate, enfin des tomates cerises, aubergine, fulfil, batinjal ou basla. عندي pour les épices fulfil biad, ras lhanout, kmoun, gingembre, skinjbir, paprika, akeri, curcuma ou melh. Voilà, c'est tout. عندنا le jus d'un citron, asra qaras, ou un pot de yaourt nature pour faire mariner la viande. نبداو في لا بريباراسيون تاع لا مارينات. نسيت باش نقول لكم عندي 2 كويار ا سوب دويل، زوج مغارف زيت وزوج فصوص ثوم اكرازي. فوالا نزيد لهم لو بو تاع ياغورت ناتور. اذا ما كاش ياغورت ناتور ديروا بتي سويس كيف كيف، ونديروا كامل لي زيبيس تاعنا دان سول كو. فوالا on a fufu le khal, enfin fufu le biad. Ana je le préfère à la khal parce que la sauce ta, les sauces le taï est pas au clair ou fufu le goût quand t'as plus que le fufu le khal. Cumin, gingembre, skinjbir, paprika, curcuma, melh ou ras le hanout. Normalement ils diront le dernier le qusbar, mais ana ma andish. Ils diront le qusbar marhem, mais ana ma andish. Voilà. ونزيد لو جو دان سيترون اي فوالا طماريناط تاعنا هذا واش فيها الي بريت لو سيترون و الياورت لو رول تاعهم سي يطريو هذيك لا فيوند ترجع طريه هاي ديك لا ماريناط تاعنا الي بريت فوالا نزيدو لا فيوند شوفو قطعتهم دي كوب يكونوا شويه خشان باش كي نديرهم سور لو فو ما يتحرقوش حطو لا فيوند تاعكم خلطوها مليح في لا ماريناد و دو بريفيرونس تخليوها ساعه ولا ساعتين تريح باش تابسوربي كاع هذوك لي سافور و الا درتوها لا في تقدروا تبيتوها مام في الفريغو يا اوكان سوسي او كونترير سي خير وخير او هذا الفور تاعي حبس فوالا انا نخلي هاد لا فيوند تماريني و اونتر طون نروح جو في فاسوني لي بان تاعي اللي وجدتهم فوالا بعد ما خلينا الدجاج تاعنا الى بيان بري لي سافور تاع لا مارينات نجوزو نوجدو لي بروشات تاعنا انا هنايا عندي هاد لي باتون اون بوا مع باش اذا صارت لكم من قبل انا موالف هادو كي ندير نخدم بهم نحطهم فوق النار يتحركوا دونك لاستوس كو جي تروفي ولا افيكاس قبل ما نوجد لي بروشات تاعي نديرهم ساعتين ولا ترومبي دون لو وهكا جو ماسور بلي ما يتحركوش فوالا دونك ديروا لي ليغوم اللي حبيتو من بعد لا فيوند هوب وز الترني ولا كيما حبيتو ديرو هوب اي فوالا هامليك انا نحبهم صغار هكذا باش في لو دريساج يجيوني شابين و فوالا نديرهم ديريكتومون سوا في عندي انا اون بوال هذيك دوك نوريها لكم تاع لي نشوي فيها اي فوالا بصحتكم Je vous laisse une photo, tu as le résultat final.